خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالأمس بقصر الاتحادية محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وخلال المباحثات تأكد الرئيس السيسي دعم مصر لكافة الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية البرلمانية بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق. امبارح كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة. أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وما تحقق من نسب إنجاز على أرض الواقع، تمهيدا للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية محمد يونس رئيس المجلس الرئاسي الليبي. خلال المباحثات أكد الرئيس دعم مصر لكافة الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا. أيضا شهد اللقاء تأكيد أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ومواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، وأكد رئيس الوزراء اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع تمهيداً للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وده بالنظر لما يمثله تنفيذ مشروعاتها في مختلف القطاعات من دور مهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه. امبارح عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض موقف مؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة وسبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة، وأكد مدبولي أهمية الدور اللي بتقوم به المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مؤشرات الأداء في المناطق الحرة من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها. ووجه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية من أجل صياغة مقترح للمعايير الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة مع مراعاة الأفكار الهامة اللي تم طرحها خلال الاجتماع. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية وإن القائمة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن أي جهة رسمية، وإن أسعار كافة المنتجات البترولية المعمول بها وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 نوفمبر 2023 ثابتة كما هي دون تطبيق أي زيادات جديدة عليها حتى الآن، موضحة أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري القادم والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي، وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك ختام فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار 2 اللي نفذته عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية، واستمر لعدة أيام بما يدين التدريب القتالي لقوات الصاعقة بمصر. وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام المروحيات، وتم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية. كما تم تنفيذ عدد من الرمايات غير النمطية اللي أظهرت المستوى الراقي والمهارات الفنية العالية اللي وصلت ليها العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار. امبارح وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 72 أقامت وزارة الداخلية احتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل 15 مايو لعدد من النزلاء وأسرهم،
تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية، جهاز عروسين وأجهزة كهربائية وبطاطين ومواد غذائية. ولاقت هذه المبادرة استحسان ومردود إيجابي من النزلاء وأسرهم، وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المختلفة ليهم.